جانب من الجلسات العلمية للملتقى الوطني الافتراضي حول المسؤولية الجزائية عن النشر في شبكات التواصل الاجتماعي، والذي انعقد يوم الاثنين 13 من شهر ديسمبر 2021، وشهد تفاعلا كبيرا ما بين المتدخلين في هذه الجلسات العلمية وكذا خارج هذه الجلسات، وتم بثه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وشهد كذلك تفاعلا وطرح الأسئلة للمتدخلين. ومن بين أهم التوصيات لهذا المؤتمر ضرورة اهتمام المجتمع المدني بتوعية جميع فئات المجتمع لا سيما الشباب بخطورة وسوء استخدام هذه المواقع، والعمل على تفعيل دور الأسرة في متابعة الأبناء عند استخدام تلك المواقع. كذلك على مستوى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تأمين حساباتهم لتفادي الاختراق، وعدم تبادل الصور عبر هذه الفضاءات، أو الثقة في الحسابات المستعارة أو الهويات المزيفة. دعوة المشرع الجزائري لسن تشريعات خاصة بالهوية الرقمية للأشخاص، واستحداث قانون ينظم قانون موضوعي وإجرائي ينظم الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي نظرا لخصوصيتها. وضع قانون يلزم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لا سيما الفيسبوك منه بفتح أو ضرورة فتح حسابات في هذه المواقع بالاعتماد على الأسماء الحقيقية، وهذا لمعرفة هوية كل المستخدمين والحد من التجاوزات القانونية والتعدي على خصوصية الغير. من بين أهم التوصيات كذلك نشر الوعي بأخطار هذه الجرائم، وتمكين المشاركة الإعلامية في التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، وتدريب وتأهيل العاملين بجهات التحقيق بأساليب التحقيق الحديثة والمستحدثة ومزامنتها، والتعامل مع الدليل الرقمي، كون الدليل الرقمي في هذا النوع من الجرائم دليل له خصوصيته. كذلك إنشاء الجهاز أو جهاز قضائي مستقل يعنى بهذه الجرائم من حيث التحقيق والمحاكمة نظرا لخصوصية هذا النوع من الجرائم. إذن هذه تعتبر أهم التوصيات التي خرج بها المتدخلون في الملتقى الوطني الافتراضي حول المسؤولية الجزائية عن النشر في شبكات التواصل الاجتماعي، والذي نظمه أو نظمته فرقة بحث المنظومة القانونية وأثرها على تطور المجتمع، التابعة لمخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد بوذياف بالمسيلة.